إذا لم ينفذ هذا الطلب لسيد مقتدى الصدر، هل أمامه خيارات أخرى لتنفيذ هذا، أم سيرى أنه هذا هو الواقع وهكذا يجب أن يتم التعامل معه؟ سيدي العزيز، موضوعة الدستور والالتزام الدستوري والقانون، أعتقد إن الآن وإن كانت هي مسألة قانونية، وإن كانت هي لا ينبغي الخروج عنها، لكن في مثل وضعنا العراقي لا، فيها توقف وفيها نظر. نحن الآن أمام ثورة، أمام انتفاضة، أمام خروج شعبي، أمام تدفق شعبي خلال الأيام القادمة في كل الدول الديمقراطية، في كل جهة ديمقراطية هنالك تعطيل، يكون هناك تعطيل للدستور، هناك قانون طوارئ. لكن هذا واحد. اثنين، أنت ملتزم بالدستور؟ حتى طالبني بأن ألتزم بالدستور، هل التزمت؟ لو أنت مفصل الدستور على مقاسك، متى ما خدم جهتك الحزبية، متى ما خدم مصالحك الشخصية، مصالحك الحزبية، يكون هذا الدستور مقدس. أما لا، تروح للمحكمة الاتحادية، تروح تغير القوانين، تروح تقدم اعتراضات، أما يخالف زين. التوقيتات الدستورية وين صارت؟ أنت الآن عندما تطالبني بدستور أن يجتمع مجلس النواب من أجل حل نفسه، أنت زين احترمت التوقيتات الدستورية؟ إيش كم مرة أنت خرقت التوقيتات الدستورية؟ اختيار رئيس الجمهورية خالف أكثر من جلسة وترجع مرة ثانية، اختيارك لرئيس الوزراء الآن وتحاول تصوت عليه، هل هو وفق الدستور؟ هل هو وفق التوقيتات الدستورية؟ هسه من صارت مسألة ثورة شعبية عارمة ومحاولة تصحيح المسار السياسي في العراق، تطالبني بالدستور اللي تقريبا ثلث العراق ما صوت عليه، ربما هيك نقول. الآن لا، ما ضاع على فقيه المسلك سيدي العزيز، ما ضاع على فقيه المسلك، ما ضاع على قانوني مسلك. إن كانت هناك إرادة، والإرادة حقيقية والإرادة واقعية من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، ما يضيع عليهم مسلك. إذا اتفقوا يصير قرار، يجي القرار جاهز، يجي القرار سواء من القضاء، يجي القرار وفق مادة دستورية معينة. المهم هل هو الأولى؟ الدستور هو حامي الشريعة، الدستور حامي النظام. إذا كان النظام فيه خلل، النظام فيه خطر، الدستور بعد شو نسوي به احنا؟